قناة شباب المستقبل. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمنى في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ خصماً في الساحة يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوماً لتحقيق الإنسان، وخيال أبيه في الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل بكل الصبر والإخلاص يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد، يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما حلمنا نهار نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألمًا عشنا، نستسلم لكن لا، ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقًا فسنحيا. مخلص رقيق إن قال فعل، روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يشابه الأيام، روميو صديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا نخشى الآلام، روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يشابه الأيام، روميو صديقي علمنا معنى الوفاء، علمنا ألا نخشى الآلام. يبدو واثقا يعمل جاهدا
لينا زارنا في المنظريف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف مرة في حينا زارنا في المنظريف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف بابا رفي ذكي النبي بابا رفي ذكي النبي وعالم الأطفال عالم جميل عالم الأطفال عالم جميل بالأخلاق الفاضلة بالمحبة بالأمل نسمو ننتصر على المصاعب بالعمل بادروا دوما إلى الاعتذار عن الزلل لا ترفضوا خجلا ضحكنا قلنا أجل بالأخلاق الفاضلة بالمحبة بالأمل نسمو ننتصر على المصاعب بالعمل بادروا دوما إلى الاعتذار عن الزلل لا ترفضوا خجلا ضحكنا قلنا أجل ذكي النبي وعالم الأطفال عالم جميل عالم الأطفال عالم جميل